نتكلم عن دور وسط الملعب النهارده في رقابه واحد زي يوأن نور او محمد ابراهيم، في دور مهم على مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، محمد مجدي قفشه، النهارده الثلاثي خط وسط النادي الاهلي. مفيش شك، وفي ادوار لحسين الشحات وبيرسي تاو اكيد في النواحي الدفاعيه وخاصه الرجوع في وسط الملعب واحنا بنخسر الكره. لكن هضيف على كلام كابتن محسن ان اللعيبه المهاريه ديت ما تديهاش مساحات، ويبقى الضغط بتاعك ضغط قوي بدون فاول، لان ممكن جدا يكسب منك فاولات في نص الملعب. يعني عندهم من المهاره ان انت لو متاخر شويه في عمليه الضغط ممكن تخسر الضغط. الحقيقه كوكا بيقوم بالدور ده كويس قوي، يعني ما بيسيبش مساحات حوالين ال 18 او في جزئيه نص التلت الوسط بتاع الملعب. مروان بيغطي مساحات كبيره جدا من الملعب، لكن تقارب الخطوط هو اللي بيوفر عليه كل المشاكل ديت. لو بتتكلم على فرقه عندها مهاره محمد ابراهيم، عندها سرعات مثلا ياسر احمد ريان، عندها سرعات يوأن نور، عندهم سرعات الباك الشمال يعقوبه، فانت بتحتاج الفرقه دي محتاج ان انت دايما في كل 90 دقيقه يكون في تقارب في الخطوط. طالما خطوطك متقاربه حتى لو حد اوت اوف بوزيشن، يعني انت لو خطوط قريبه واحد من نص الملعب اوت اوف بوزيشن، لا دي تتعدل بسرعه. غير لما تكون الخطوط بعيده عن بعض واحد او اتنين اوت اوف بوزيشن، فانت بتحس ان الملعب نص الملعب فاضي، وجود مساحه. شكله هيكون ازاي النهارده في نص الملعب؟ هيكون مروان عطيه راس مثلث وقدامه اثنين، ولا احمد نبيل كوكا هيكون عنده واجبات ينزل مع مروان عطيه ويبقى قدامهم قفشه؟ الشكل ممكن الشكل ازاي؟ اعتقاد الشخصي هيبقى عادي، راس مثلث هيبقى مروان عطيه على شماله او على يمينه هيبقى كوكا، ويبقى برضو قفشه بياخد دور 8 و10 في وقت واحد. لكن في وقت من الاوقات زي ما بتكلم ان ممكن تلعب باثنين، يعني يبقى كوكا ومروان بيعملوا ستاره قدام الاثنين مدافعين، وينزل قفشه في الحته اللي قدامهم، وينزل حسين الشحات، وينزل بيرسي تاو. فانت بالطريقه ديت بتقفل خطوطك، بتلعب 4 5 1، يعني ممكن بتشتغل بجزئيه معينه في وقت زي ده. لكن المهام اللي بنتكلم عليها، عايز توقف خطوره البنك الاهلي لازم تقفل الاجناب بشكل كويس قوي لانه بيشتغلوا عليها كويس قوي. لازم التفاهم زي ما الكابتن قال، الاثنين السيرد باكين ياخدوا بالهم في وقت من الاوقات هيلعب عليك راسين حربه، ويجي كمان محمد ابراهيم. فده عايز ما بين رامي ربيعه وياسر ابراهيم وكوكا ومروان ان الحته دي تتقفل، بجانب ان حسين الشحات مع عطيه الله، وعلى الناحيه الثانيه بيرسي تاو مع خالد، يكون في كمان معاونه في الحاله الدفاعيه، وبالتالي انت ممكن تقفل الاجناب بالشكل اللي انا قلته. وكمان الوسط اللي ممكن يكون فيه جزء المهاره موجود، لا عندك اثنين سيرد باكين قدامهم مروان مع كوكا مع قفشه، ممكن الموضوع ان شاء الله يكون ما فيهوش مشكله يعني.